الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد تفسير زنا العين وذكر تحريم خروج المرأة بقصد التعرض للرجال الأجانب وكيف تكفر هذه المعاصي ننوي لله تعالى قال الإمام المحدث الفقيه المجدد الشيخ عبد الله الهراري رحمه الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد روى ابن حبان من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة خرجت متعطرة فمرَّت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية، معنى هذا الحديث أن أغلب البشر يقعون في معصية النظر بشهوة أي بتلذذ، معناه لا يسلم منه إلا النادر من المسلمين، وأما قوله عليه الصلاة والسلام فمرَّت بقومٍ ليجدوا ريحها، فيفهم منه أنها إذا تعطرت وخرجت ليس ليجدوا ريحها ما عليها معصية، إنما المعصية إذا مرَّت بقومٍ حتى يشموا ريحها، فيميلوا إليها فهي زانية أي عملت مقدمة من مقدمات الزنا. مقدمات الزنا الغمز والمشي بقصد الاستمتاع المحرم، كذلك الاستماع لكلام امرأة أجنبية للتلذذ بالاستماع لكلامها، وهذا يكثر من بعض الخاطبين قبل العقد، هؤلاء ليتوبوا إلى الله. كذلك أن يتصور في نفسه أنه يقبل امرأة أجنبية لا تحل له، أو يضاجعها أو أكثر من ذلك ليتلذذ كل ذلك حرام من الصغائر من مقدمات الزنا ليس مثل الزنا الحقيقي لكن فيه معصية الغمز معناه أن يمسك ثدي امرأة أجنبية أو ظهرها أو عجيزتها ونحو ذلك وكل هذا حرام فقوله عليه الصلاة والسلام ليجدوا ريحها معناه يجوز لها ان تخرج متعطره الا اذا كان قصدها التعرض للرجال وامالتهم اليها بعض الجهال المتحزبين للباطل يقولون هذه اللام ليست لام كي انما هي لام العاقبه ومرادهم بقولهم هذا تحريم خروج المراه متعطره بكل حال ولو كان مرادها مجرد الفرح بنفسها وكلامهم هذا باطل وبعضهم يقول في التمويه على الناس هذا الامر صار حراما في زماننا لان الفتنه كثرت فيه ولا حجه لهم بهذا القول لان الفتنه كانت موجوده ايام الانبياء الاولين النظر بشهوه كان لا يسلم منه الا النادر من عباد الله لا يسلم من النظر بشهوه الا الانبياء وبعض الاولياء ومما يدل على ذلك ما ورد في الحديث من ان امراه جميله كانت تاتي فتصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم جماعه وصفوف النساء كانت خلف صفوف الرجال بينهما مسافه قصيره نحو مترين وشيء من غير ساتر ولم يكن هناك سده كما اليوم ما كانت سده للمساجد تلك الايام ثم بعض الناس حتى لا ينظروا إليها يتقدمون، وبعض الناس يتأخرون ثم ينظرون من تحت الإبط، فأنزل الله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، عندها الرسول صلى الله عليه وسلم عرف حالهم، ومع ذلك الرسول ما قال لهذه المرأة صلي في بيتك. صلاه النساء مع الرجال سنه من انكرها يكفر ويستحب للنساء ان يذهبن لصلاه الجماعه في المسجد لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا نساءكم المساجد وفي لفظ مساجد الله وفي لفظ لا تمنعوا نساءكم من المساجد وليخرجن تفلات اي بلا زينه ولا عطر وقال في حديث اخر صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، ولا تناقض بين الحديثين، ومعناه إذا صلت في بيتها أفضل، لكن لا يكره لها الخروج إلى المسجد، ولا يكره لها أن تصلي أمام الأجانب، ثم هذه الأمور التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زنا العين واليد والرجل والقلب واللسان، كلها تذهب بالوضوء الشرعي. الذي لا كراهه فيه ولو توضا مره مره لعذر وينوي التقرب الى الله لما يتوضا ينوي رفع الحدث لوجه الله فقد روى مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا المسلم فاحسن وضوءه خرجت خطايا وجهه مع الماء او مع اخر قطره من الماء وإذا غسل يديه خرجت خطايا يديه مع الماء أو أو مع آخر قطرة من الماء. وإذا مسح رأسه خرجت خطايا رأسه مع الماء أو مع آخر قطرة من الماء. وإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه مع الماء أو مع آخر قطرة من الماء. ومع هذا فقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لليد زنا وللعين زنا وللقلب زنا وللسان زنا، وجعلها من الصغائر، تذهب بالوضوء الشرعي، بالوضوء الذي لا كراهة فيه. وكذلك خروج المرأة متطيبة ليشم الرجال ريحها، فهذه أيضا مثل هؤلاء، تذهب معصيتها بالوضوء الشرعي. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترحمنا. وان تثبتنا على الحق الى الممات وان تكرمنا برؤيه وجه نبيك محمد عليه الصلاه والسلام